مرحبا بكم، معكم وليد او وليدو. يلا في هذا الفيديو راح نكمل تختيم. اوكي، جاءتنا مكالمه من البدايه. من هذا؟ اوكي، ووزي. ووزي، نعم، شو ذلك اللي يرتدي نظارات؟ اي، ما به هذا؟ ما به؟ ايش قاعد يسوي؟ شرطي. اي، لا تخاف من الشرطه. ام ماذا؟ اي، من هذه الشخصيه لم اراها في حياتي. والله ما ادري شباب، مقلتش او لا ادري، ما خلى الدراجه الناريه تتحرك حقت الشرطي. اي، ايش قاعد يسوي؟ يا شرطي، هي ها، اوكي، ايش راح يسوي الان؟ والله يتضارب، ما يتفهم. يلا، والله ضربه. اوكي، اوف اوف اوف، ما يسوي له اي شيء. غريبه، لو انا رحت وضربته راح احصل على النجمه مباشره شباب. اوكي، هنا لا توجد مهمات الان، وعندي 27000 شباب. قلتوا لي بان مهمات تلك بحرف الزي اللي في الخريطه هي مهمات يعني جانبية يا شباب، وأنا كنت أعرف هذا الشيء. نعم، أعرف مهمة ما اسمها؟ مهمة زيرو. نعم، أعرفها بأنها مهمة جانبية غير ضرورية، نقدر نلعب مهمة القصة عادي. إي، ما به هذا؟ والله يقهر شباب. إيه الشرطي، الشعرة ودهسته. طبعا أقدر ما ألعبها مهمة زيرو وعادي شباب، يعني نكمل التختيم، نختم اللعبة عادي، لكن نلعبها أفضل شباب، أفضل بكثير. والله مصر هذا، مصر. شوفوا شوفوا، والله مصر. انقلع لو انزل له اتفاهم معه اجلده جلد. والله مصر، انظروا. اي، ما وضعه؟ والله يقلع. هذه البداية، والله نجمة الشرطة، اعوذ بالله. يلا شباب، نروح نلعب مهمة بحرف الدبليو. نعم، اللي موجودة هنا. يلا، راح يا حبيبي. مهمة ووزي. نعم، دبليو ووزي. اي، تقولي لازال؟ لا، هذا شخص اخر. والله اتى لازال يتبعني، ايش هذا؟ حتى الشرطي يعود. اوف 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 اوف. اوكي، يلا يلا نبدا المهمه، والله الوضع حامي. يلا يلا، اوكي، ما هذه المهمه؟ مونتاين كلاود بويز. اوكي، نايس. ما هذا المكان؟ يشترون تذاكر ام ماذا؟ ما ادري. ووزي، اين هو؟ اوكي، ايش قاعدين يسوون؟ ما هذا المكان؟ يتفرجون على مباريات ام ماذا؟ اوه، حارس. نعم، اين هو ووزي؟ اوه، خلاني امر. اوكي، يلا يلا نبحث عن ووزي. صينيين شباب. اوكي، ما بيسوي بيده هكذا؟ مدري. تحية حقتهم ام ماذا؟ ها هو شباب ووزي. نعم، ايش قاعد يسوي؟ اوكي، يلا يلا، روحوا روحوا. نايس. والله المكان هذا رهيب الصراحة شباب، يعني التصميم حقه، انظروا اللوحة تلك. والله رهيبة. اوكي، البوس. نايس، نايس تو ميت يو، نايس تو ميت يو. اوكي، هيا نجلس. اوكي، damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me. معه. We triad settle things without recourse to unnecessary violence. سأتي معه أظن شباب. نعم. All right, I'll ride with you. يلا، سأتي معك. هيا بنا. مشينا، يلا يلا، سنذهب مع ووزي شباب. واو، يلا يلا يا حبيبي، يلا أول مهمة معه. أوه، تعال تعال معي، هيا. أين نذهب؟ إلى تلك العلامة. والله راحوا الشرطة شباب. يلا ناخذ سيارتي. ما في هذا؟ والله حشرني. إيش فيه هذا؟ إيش فيه شباب؟ والله مصير. تعال، انزلي. هذه كلها مرأة، مرأة الله يقلعها. تعالي إلى هنا. انقلعي انقلعي، مصرة أن تتضارب. يلا، وأخذ سيارتك بعد. يلا، أوكي، ها، أخذ سيارتك بعد. ها، يلا اركب معي يا ووزي، اركب. نعم، ها،
والله هذا كله شباب رأيتم وش سوت فينا، قاعدة تتبعنا من ذاك المكان حتى هنا، ومرت الكاتسين وكل شيء ولا زالت تتبعنا. ايش هذا؟ غريبة جدا، اول مرة ارى شخص حاقد لهذه الدرجة، والله اول مرة يصير لهذا الشيء في لعبة جي تي اي سان اندريس. اوكي وصلنا بسرعة، نايس، هذا هو المكان. نعم الان شو نسوي؟ يلا هيا ورينا المكان، ورينا يلا هنا. اوكي لماذا الجلس؟ ماذا يفعل؟ مدري اي لماذا يجرون هذا المكان؟ اوه نتبعه، هيا هيا هيا. وات؟ شو قاعد يصير هنا يا شباب؟ خلينا نشوف يلا. اوكي شو قاعد يصير؟ اوه تلك ال هذه، اوه لكنها خفية هنا، لا ادري لماذا. اوكي اوه ذهب، يلا يلا وراءك وراءك يا ووزي، لا تقلق. سقط، لماذا؟ ما به، غريبة. يلا هيا هيا شو نسوي الآن؟ اوكي ما هذا المكان شباب؟ السياج. اوه اوكي كاتسين من هذا الطريق، هيا هيا. اوكي مغلوق، هيا هيا مشينا مشينا. نعم هذه المهمة شباب، صوت نار تسمعون؟ اوه ايش هذا؟ اوه هذه عصابتنا صح شباب او لا؟ يعني اقصد عصابة ووزي. من هذا؟ ارفع يدك. نعم استسلم، ما راح نسوي له شيء. يلا ايش هذا؟ ليش كل شيء منفجر بهذا؟ اتوا اتوا، لا ليست عصابة، هذه عصابة أخرى والله، ليست العصابة الصينية حقت ووزي. عندي سلاح، نعم عندي سلاح، تعال انقلع بس. يلا وين جاي وين؟ اوكي خذ الرصاص، جميل جدا، فجر عليهم السيارة. يلا ما امزح انا ما امزح، بام، واو الهلت حق ووزي فوق، لازم شباب يعني ما نخليه ينقص. اوه اتوا بالدراجة النارية هذه المرة، بلع بلع. اوكي اوكي تتسلل يا كلاب تتسلل، اوه بالمسدس الان. يلا يلا خذ، اوكي جميل. لا اموت، اي تطلق على العجل، ايش قاعد تسوي؟ لا 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 سنموت. الهلت حقي يا الله. اوكي اوه والله هنا كثيرين، يلا نايس والله. اوكي يلا بالمسدس عادي جدا، لا يوجد رصاص، يلا لا يوجد، حتى نذهب الى هنا. اوه اتوا اتوا اتوا، ما اقدر أقيم من هنا، اتخبى ورا الزبالة اكرمكم الله. نايس، لا 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 ساموت، والله ما عندي رصاص، لا ايش راح اسوي؟ والله ما عندي نهائيا، يا الله. اركب هنا، يلا اركب ويطلق عليهم، يمكن يطلق عليهم ما تدرون. اوكي يلا سأعرف. يلا والله يطلق عليهم رهيب، اطلق 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 اطلق. نعم 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 يا ووزي، والله الصراحة اغرب طريقة، سلاحي خلص مع الاسف. اطلق اطلق لنموت، اطلق يا ربي، والله كنت عارف اني راح اموت شباب، ما عندي رصاص، وش اسوي؟ اوكي 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 يلا بام، والله هذه المرة تفجرت السيارة بسرعة، نجمع نجمع رصاص. اوه بام، وطشيت، كيف تفجرت عليهم لا ادري، فجرت الدراجة بسرعة. اوكي سنبقى هنا يمكن تتفجر، والله النار كيف راح نمر؟ نقفز قفز، لا 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 لا، نذهب من هنا يلا. اوكي تعال ووزي، ايش قاعد تسوي يا ووزي؟ تخبى تخبى، ها اوكي نايس والله نايس. هي يلا نتحرك نتحرك، لا 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 لا. اوكي بوم، يلا 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 يلا. اوه هناك هناك، موت موت يا خرا، لازم احافظ على الرصاص. ها بلع بلع بسرعة، ووزي سيموت، ووزي الخرا ووزي. اوكي اوكي والله تركيز تركيز، لا ما هذا، المرة الأولى مت أنا، بعدها هذا ما اسمه ووزي. يلا يلا يا حبيبي يلا. أوكي هم؟ لا أيم عليهم، مش قاعد تسوي؟ يلا أوكي ديم ديم، أوكي
ووزي يا ووزي ارجوك لا تموت، ارجوك ارجوك. اوكي 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 يلا راح راح معه، راح احميه احميه. يلا فوق موت. نعم. لا 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 خذ 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 انقلع. واو والله لا ادري كيف شبه نجوت من هذا الموقف، الحمد لله. اوكي يلا ركبنا في السيارة. ايش هذه المهمة الحامية من بداية الفيديو؟ خرافية. يلا يلا موت انقلع. اوكي ما قضينا عليه. يلا يلا نطلق اطلق اطلق اطلق. اوكي انا ايضا ها 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 ها. اوه لا لا ابتعد عني ابتعد عني. بوم. اوكي يلا الان تبقت واحدة. اوه خلاص فجرناها بهذه السهولة. والله نايس يا حبيبي. اوكي والامطار الوضع امطار. يلا الان خلاص. اوكي رأيتم شباب ايش صار في هذه المهمة؟ والله غريب جدا وطولت لكي افوز فيها، اعدتها مرتين او ثلاث او لا ادري. اوكي يلا يلا يا حبيبي خلاص خلاص خلصنا الان. اوكي فزت نايس جميل جميل. الان 32000. تعرفون ايش نسوي الان؟ مهمات زيرو. هيا بنا. اوكي مكالمة سيزر. اوكي يلا سنذهب شباب نلعب مهمات زيرو لا تقلقوا. والله متحمس لا ادري لماذا، مع انها مهمات صعبة راح تكون لكن متحمس لها. والله متحمس لها يا حبيبي. اوكي وانتم ليش شباب تقولوا لي لا تلعبها وما ادري ايش؟ يا اخي انتم تدرون باني انا لازم العب كل مهمات حتى المهمات الجانبية كل شيء كل شيء العبه. ليش تقولوا لي ما تلعبه؟ لا ادري هل تريدون ان اختم اللعبة من دون يعني ما مهمات جانبية ام ماذا؟ هذا لا يعتبر تختيم نهائيا، لازم تختم المهمات الجانبية والأساسية. أوكي، فليش نخلي يعني مثل هذه المهمات؟ ليش نخليها؟ لازم نلعبها ضروري جدا. أوكي، يلا 30000 خلاص اشتريناه زيرو. أوكي بروبيريتي بوكت أو لا أدري. أوكي يلا ندخل نشوف المحل اللي اشتريناه، محل زيرو جميل جدا. انظروا كيف يبدو في النسخة المحسنة، رأيتم؟ والله فيه تفاصيل مرة مرة كثيرة. انظروا كيف. ايش هذا؟ اضافوا هذه الاشياء ام كانت من قبل؟ هذه التماثيل الغريبة والله غريب جدا. اضافوا ايضا اتوقع مجسمات اخرى لهذه الكراتين خاصة بالسيارات مدري ايش. ايه ما هذا المكان؟ اوكي كمبيوتر هنا ابو ظهر شباب. اوكي يلا يلا نطلع ونروح نلعب مهمات زيرو. نعم المهمة الاولى هيا بنا ونشوف اي مهمة هي. اوكي مكالمة يلا من هذا؟ هلو؟ اوه زيرو. نعم اوه زي تناديه زي يا سي جي. اوكي نايس هيا سنلعب مهمتك. نعم نعم يلا يلا. اوكي نعم نعم هيا هيا. اوه هيا يلا نبدأ مهمة زيرو الأولى. يلا اير رايد. أوكي هذا هو اسمها الشباب. نعم هذا هو زيرو موجود هنا. يلا دخلنا عليه. ها هو شباب. أوه كيف حالك يا زيرو؟ كيف إيش قاعد تسوي؟ أوه جيت أي فاي سيتي رأيتموها شباب؟ لا هناك. نعم تومي وذلك لينس أتوقع. نعم لينس جميل جميل. أوكي حتى هنا هاي مبينة. اوه فاي سيتي. نعم يلا يلا. هناك هاي وراء وشو اترون. وتلك المركبة اللي فوق ايضا. اوه جميل. اوكي. شعار روك ستار احمر شباب اترونه. اول مرة ارى شعار روك ستار احمر. نايس. اوكي هذا المكان شباب هذا المحل زيرو فيه اسرار كثيرة خاصة بجي تي اي فاي سيتي تلك الكافر حقها وايضا مان هانت. نعم اللعبة هاي في الاسفل هناك تحت الكافر الخاص بجي تي اي فاي سيتي. اوكي العاب هي ام ماذا مدري. هاي هاي متى ندخل في المهمة؟ طولنا. ايش هذا؟ اوه ما هذا؟ ما هذا؟
ما هذا؟ ما هذا الصوت شباب؟ مدري وح أتاك. أوكي نعم يلا يلا سيأتوا. نعم نعم تلك الهليكوبتر أو الطائرات. نعم أتذكر هذه المهمة. هذه هي الأولى. نعم صحيح. يلا أوه سنقضي عليهم بالمينيجان. يا رب وتكون سهلة. هي أين؟ هنا هنا. والله كأنها ضاوية بشكل كبير يعني لا أراهم بشكل جيد. يلا سأعتمد على الخريطة. جميل. هنا هنا. نعم ما راح أعتمد أني أراهم بهذه الطريقة. أعتمد على الخريطة شباب. نعم الأيم يا وليد. الأيم مش قاعد تسوي الأيم. أوكي بوم. جميل. والله هنا اثنين يا حبيبي. أينهم؟ هم أي أينهم؟ ظننت المصباح هو هم. إيش هذا؟ أي طشيت. أوكي جميل. وخرا والله ما رأيتها. الله يقلعها. نايس نايس. يلا هنا تفجري. الله يقلعك تفجري. اي واو. يلا يلا هنا هنا. يا ربي اظن اني ازعجتكم بهذا الصوت شباب حق الميني جان. لكن اعذروني هذه هي المهمة. لازم لازم تسوي كذا يعني. اوكي نايس. مرات يموتوا بسرعة ينفجروا بسرعة مرات يطولوا. يلا الوقت مر بسرعة ارجوك. اوكي دايم مرات يرسلوا لي ثلاثة في نفس الوقت ومرات واحدة واحدة. ابلع ابلع ابلعي طاحت عندي. اوكي جميل ابلع. دقيقة ونصف. يلا يلا مر مر يا الوقت مر. والله صداع حرفيا يا وليد. هي والله كثروا. اوكي جميل. اين هم؟ انا لا ارى. ها ديم. اوكي يأتون من بعيد جدا لا ادري من اين. شباب من يرسلهم؟ اللي يعرف يقول لي في التعليقات يعني من اللي قاعد يرسل في هذه الطائرات. والله ما ادري. طائرات يتحكموا فيها عن بعد. فيلا يلا. والله صداع يا حبيبي صداع. متى قلت لكم شباب يرسلون مليون واحدة في نفس الوقت. ما هذا؟ والله نقص. ابلع. شو هذا تسوي هذا؟ غريبة. اوكي يلا اين اين اينهم؟ والله هنا كثيرين وانا لم اراهم. يلا ابلع. اوكي هذا نايس. هذه جاية. ابلعي. والله جميل جدا للان الوضع زي اللوز. اوكي بوم. يلا هنا واحدة بعيدة جدا. اوكي ها من هنا نقدر. يلا اي من من اوكي اوكي موت خلاص موت. ها هنا هنا. اوكي واو لم الاحظ. انتهى الوقت خلاص. اوف ارتحت. خذ نفس عميق يا وليد وارتاح. نعم اوه اوه ارتحت والله. اوكي والله عرقت فيها لا اكذب عليكم. مع انه نعم الوضع يعني حر وهكذا انا عرقت حرفيا. انظروا جبل تشيلياد مبين من هنا شباب. ايش هذه النسخة المحسنة؟ محسنة بطريقة مرة مرة متقونة ورهيبة. ايش هذا الجرافيك؟ والله رهيب جدا. فزنا الان. ما راح العب مهمة اخرى لاني عرقت الصراحة. اريد ان اروق شباب. ما راح يعني نلعب مهمات زيرو بشكل كبير لانه تعرفون جلد. فراح نخليها الفيديو اخر يعني في كل فيديو نلعب مهمة زيرو واحدة. يلا الان ما رأيكم نروح نلعب مهمة الجمجمة تلك الخضراء او الزرقاء الفاتحة. نعم اوكي يلا يلا. ها هو هنا شباب علامة الجمجمة. اوكي يلا يلا انزل. نعم نخلي السيارة هنا يمكن نحتاجها شباب. يلا ادخل يا حبيبي. الوضع تغبيش صح. يلا يا رب ما يجيبوا لقطات شوية مخلة للحياة. فيلا خلينا نشوف لانه هذا المكان شباب نعم تعرفوه فهو ملهى يعني اكيد راح يكون فيه تلك الاشياء مثل الحلقة السابقة. نعم
اضطر الامر اني اغبش يا رب وما يتعبوني في هذه الحلقة. اوكي خليني اشوف من هذا الشخص شباب اللي مع جيزي. جيزي هذا اللي يتكلم نعرفه، هذا الشخص معه من ما به والله ما ادري ابو شنب هذا. اوكي نايس. لا تعرضوا لنا اشياء يعني مخلله للحياه ارجوكم. الو من ماذا مدري. اوكي ساتي معكم يلا راح. سي جي لا يدري ايش قاعد يصير ورايح تيبون. اوكي يلا يلا راح نايس. ايه ماد الصوت مدري شباب سمعتم. يلا يلا الان نروح. سمعون كشد الصوت، لا تقول لي الصوت ذلك القارب الضخم. اظن نعم صوت قوارب هذا، يعني ليس القارب هو سفينة شباب. نعم قلت لكم قارب. اوكي يلا يلا مشينا للعلامة الزرقاء. اليس المفروض اذهب معهم؟ اوه ما به ايش فيهم اليوم السيارات مدري شباب. المهم اليس المفروض يذهبون معي او انا اذهب معهم؟ نعم لكن انا ذاهب الان وحدي لا ادري. اوكي يلا نروح. نعم وايضا لاحظت بانه الجي بي اس في الخريطة تغير لونه، اليس من المفروض يكون لونه اصفر؟ نعم تعودنا، لكن الان صار لونه ابيض ليه او رمادي يعني. اوكي والله ما ادري ايش الوضع. هيا اوه دراجين وحح اربعة. اوكي وش قاعد وش نسوي لهم هذا؟ والله اربعة يا حبيبي. اي باكيج شباب، لازم كولكت ذا باكيج ال ذا باكيج، يعني نجمع كل الباكيجات هذه اللي عندهم. ايش هذه الباكيجات وش فيها؟ ممنوعات لا تقول لي. والله ما ادري شكله ممنوعات. اوكي يلا لازم شباب نروح يعني نسترجع منهم نلتصق فيهم وناخذها منهم. نعم اوكي راح يلا 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 ها نعم كيف خذ. لا ظهرت لي زر الكف شباب. نعم لازم اضغط عليه. اوكي يا الله بسرعة 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 زيد السرعة. ها خذها منه خذها منه. اوكي لم اخذ خذها. يا ربي ايش هذا يا وليد ايش هذا. يلا والله كين كثير اربعة. اوه يلا 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 خذها منه يا وليد فرصتك هنا. خذها اخذتها منه والله اخذتها منه. يلا الان كم تبقى؟ ثلاثة. هيا يا سريع سريع اللي بعده اللي بعده. يلا يلا يا حبيبي هو جاي الي. ها هو الكلب. ابتعد يا تاكسي الله يقلعك لا تخرب علينا، لا نريد اي شخص يخرب علينا، نحن في مهمة تعتبر صعبة. نعم يلا راح روح 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 روح. يلا فرصتنا هنا والله فرصت لا تدور. والله كنت على بالي انه راح يدور. اوكي خذها. اخذتها منها. جميل جميل تبقى اثنين. يلا يلا يا حبيبي. اوكي الثالث موجود هنا. روح اوه يا حبيبي. اوكي ها ومر علي. يلا لا مشكله راح وراء وراح نجيبك لا تقلق. والله غثيثين لما يدوروا بهذه الطريقه شباب. نعم والله يقهرون الصراحه. روح توقف اين هو؟ ايش قاعد يسوي؟ ايش قاعد يسوي شباب؟ يروح ويرجع وش قاعد يسوي؟ اوه قاعدين يتبعون الكلاب. اوكي روح لا تخاف روح يا وليد روح. خذها. اخذتها؟ لا والله لم اخذها. اوكي هي خذها. اخذتها شباب. جميل جميل يلا الاخير فقط الاخير. يلا راح هو قريب جدا منا. اوكي موجود هنا. يلا يلا جاي يلا من هنا. وح رأيتم كيف رصبا؟ ايش هذا جليتشات؟ والله جليتشات. اوكي لا ادري شباب. خذها اخذتها ايزي. هذا الاخير مره سهل. ابلع تستاهل انت واخوياك هذا الكلب. اوكي الان نروح للعلامه وخلاص شباب. واخيرا يا حبيبي روح يا حبيبي.
جميل جميل جدا. يلا روح اعطيها السرعة لا نهائية. يلا شباب شوف، روح روح السرعة السرعة، تفحيط تفحيط. ويا عمري يا جميل جدا شباب. اوكي يلا ابتعدوا ابتعدوا. نعم خلاص اخيرا. اوكي الان ماذا؟ يلا خلصنا خلصنا. اوكي جميل. اوه 5000، والله قاعدين نجمع فلوس اللي خسرناهم في مهمة زيرو. نعم لكي نشتري ذاك المحل وكل شيء. يلا في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نكمل. لا تنسوا شباب دعم الفيديو باللايك والاشتراك وانشروه في كل مكان. اوكي مكالمة سيزر مرة اخرى. اوكي سان فييرو. اوكي وش اسوي؟ لا لا نوري شباب، هذه مهمة اتوقع جانبية مثل المهمات اللي نلعبها لما نكون في دراجة الشرطة او سيارة الشرطة. نعم تلك المهمات نتبع يعني شخص ونقضي عليه ويعطونا فلوس ومدري ايش، نتبع مجرم. المهم يلا شباب اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.